قال مسؤول في مكتب البنك الدولي بالعاصمة اليمنية صنعاء أن البنك قرر اليوم تعليق تمويل مشاريعه التنموية في اليمن حتى إشعار آخر، ويأتي هذا الإجراء نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد على حد قوله. هذا وقد تعهد البنك الدولي مؤخرا بإضافة 400 مليون دولار لبرنامجه الجاري تنفيذه حاليا في اليمن وتبلغ قيمته 700 مليون دولار، حيث أعلن عن 3 مشاريع جديدة تبلغ قيمتها 206 ملايين دولار للوفاء بوعوده تجاه اليمن.